أهلا وسهلا. هلا هو هذا الكائن اليومي اللي بعيش معه وأنا يعني جزء منه هو المجتمع، هو ما عم بقدر أشتغل بتجريد أكثر، ما عم بقدر أطلع من فكرة الملامح الإنسانية، فدائما دائما عندي الشكل البشري هو مهيمن علي، وهي وسيلة التعبير البسيطة لشو بحس اتجاههم وشو هن عم يعطوني وشو أنا حتى كمان اللاوعي تبعي شو بيطلع أشياء من داخلي، يعني من نتيجة تفاعلي مع هذا الكائن. يعني في شغلة على الوقت عم بنتبه ليش أنا عم بشتغل هيك، هي بتاخدك وقت كتير لتعرفي ليش عم بصير، لأن استبعدي وتنفصلي عن العمل. بحس هن جزء منه هو الفن التشكيلي السوري، خلاني شوي اهرب واعمل شوي كون عبثي بفكره الشخص والتكوين البشري. يعني الجانب الثاني اللي هو شخوصي اللي هي اخذت شكلها تقريبا من 2000، اكثر من عامل، يمكن واحد منهم جاني اول طفل، وبعدين حولت هاي الحاله لحاله الامومه او حاله الاب، حولتها لشيء كمان مجتمعي اللي هي ربطت علاقة المجتمع وسلوكه البشري بهذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه، قديش هو الشخوص جنينية تقريبا ماشي، يعني جسم كبير، جسم صغير وراس كبير. راس كبير بياخد أكثر من معنى، يعني راس كبير بعدم الإدراك اللي هو مثل الجنين اللي هو السماك تمام، والشغلة الثانية هو كمان هذا جانب كتير مهم له علاقة بالسلوك اللي عم يتمارس عليه لهذا الكائن، اللي هو أحيانا أنت بتفوتي بحالة من اللاوعي لأنك أنت الشخص المهم، أنت الشخص اللي بيعرف، أنت الكذا، لتحمي حالك من واقعك اللي هو بجوز واقع نقيض عن هذا الشيء. يعني ممكن في كتير حالات مريضة بالإنسان المسحوق بأنه بيمارس دوره بياخد دور بطولي، هو بالواقع ما هو هيك، كتير حالة يعني ازدواجية وفيها مأساة حقيقة. بس دائما هذا الكائن بمجتمعنا بيكون مبتسم رغم كل الحالة ورغم عدم الإدراك، وهو في شيء من عدم المعرفة، يعني الجهل. كمان اللوم عليه، غير أنه اللوم على ليش بقول اللوم عليه، أنا لسبب أكيد عن يعني لأنه أنا ما بفصل حالي عن هذا المجتمع، يعني فبقدر بس على ما يبدو طاقات البشر تختلف من شخص لشخص أو هيك، ما بعرف لهلأ لسه بضلني عم بعيش هاي الأسئلة، يعني ماني قدران أعطي جواب شافي، يعني وما حابب مع حالي يكون جوابي عام مثل كل الناس. يعني أنا من الناس اللي كنت أرفض دائماً فكرة أنه ينقال عنا نحن عالم ثالث مثلاً، بس استدركت بعد شوي اكتشفت أنه للأسف أنه يعني في هاي القصة واقعية أكثر. يعني أنا عم بهرب من الفكرة، بس أنه هي حقيقة تلمسناها بكذا عامل هي كان سبب أنا عدم إدراكي لهذا الوسط اللي أنا عايش فيه، اللي أنا ماني منفصل عنه وأنا جزء منه. يعني لما أنا عم بشتغل الشخص تبعي بهالمواد هاي، غير إنه عم بكسره وعم بقتله بمحلات كتيرة، المتعة كتير مهمة بأنك أنت ترسمي على تقنيات لو أنها كتير بسيطة، وتكسري قدسية الفن ومفهوم الفن تبع أنه بس لوحة وعلى الحيط وعلى هذا. يعني من أحلى الشغلات أنك تقعدي على كرسي مرسوم، أو تاكلي بصحن مرسوم سيراميك مانو بلاستيك ولا مصنع بمواد أنا بالنسبة لي تافهة صراحة، يعني ماني مع البلاستيك أبداً. يعني مثلا انا بيجي على بالي كثير كثير اعمل بالفيجر تبعي بالاشكال تبعي انيميشن، يعني شيء متحرك، يعني فيلم عن هيك
بس هاي التقنية لسه ما بملك، يعني أنا ماني تقني شاطر، يعني مثلا عندي كاميرا لسه بحاجة لأتعلمها أتعلم فيها، عندي يعني يمكن ما بعرف إذا بصير بيبقى معي وقت أتعلم هدول الشغلات. بتعرف أحيانا ما بيجي عبالك تقول لشخص بتحبه إنه أنا بحبك، بيجي عبالك يكتشفوا هذا الآخر يعني، وأنت بيكون عندك شغف بعمل أو هيك شيء، ما بيجي عبالك تقول للآخر شو هو مكنون العمل، بمعنى إنه تعريه قدام إنه، وبنفس الوقت خليه ياخد حقه المشاهد بالبحث كمان، يعني بالحلم تبعه بالشغف تبعه بهيك. فبس كل واحد له طريقة تعبير يعني، وأنا أبداً ماني ضد هذا التطور اللي بيصير بالجدل بالحياة يعني أبداً، بالعكس يعني ممكن يكون أنا عملي بهالقصة يعني ناقص، بس أنا بحس وين بحس إنه إذا بدي أكتب نص عم بتعدى شوي على شغلة بعرفها، مو إنه ما بعرفها، بس طريقة التعبير بالكتابة بتخوفني شوي أكثر من طريقة التعبير بالرسم، يعني يمكن لأنه برتاح أكثر بطريقة الشغل، يعني هاي أداتي أكثر، هذيك بحس بالمسؤولية كثير كبيرة فيها وبتخوفني شوي. يعني أول شيء يعني هذا شأن طبيعي، كل واحد يعيش بالوسط الملائم تبعه، يعني ما هو شيء استثنائي إنه الواحد يكون عايش ببلده رغم ظرفه. وبنفس الوقت يعني هي مو يمكن أنا عندي ظروف كمان ساعدتني استمر، يعني يمكن أسست حالي شوي فترة رغم إنه كان عندي معاناة، ما تلقت من شخص عنده إمكانيات ليعيش بشكل معقول، بس حتى لو ما كان أنا بظن يعني ما لقيت حالي أبداً، وقت سافرت وشفت ما لقيت حالي بمحل إنه فيني استمر فيه، غير بقصة إنه أنا رايح شوف معرض متحف، شارك بشي، شارك بمعرض، شارك بحوار بمتحف أو هيك فقط، يعني ما حسيت إنه يعني كنت اكتفي دائماً إحساسي الداخلي أو شو بيسموه يعني هيك إدراكي بلحظة بمفصل عن المكان 15 يوم 5 أيام 20 يوم وحس حالي شبعت من. وعلى فكرة الضوء هون شغلة ساحرة، يعني المكان هون كتير مؤثر بالفكرة، الضوء يعني ما أنا شغلة مسحة للفنان، الضوء فيني أعيش عليه تمام مثل أي شجرة يعني أو مثل أي نبات. فعلى ما يبدو أنا هالنبتة ملائمة المكان، رغم حالات اللي أنا برفضها بكتير شغلات بهال يعني أشياء يعني قواعد وشغلات كتيرة ما كتير بتمسني هون يعني، بس بمارس اللي بدي إياه، يعني سلوكي الشخصي أنا بمارسه مثل ما بدي ومرتاح هيك، يعني لقى وسطي اللي أنا بدي إياه، يعني رغم أحياناً حس بكون في عزلة بس إنه أنا سعيد فيها مرتاح. هي القصة كتير تبادلية، كتير كتير بالحياة كتير تبادلية، يعني أنا محطوط على كرسي هون وعم بحكي بس ما بعرف ليش، يعني ما بعرف إذا بضيف شيء لألكون ولا للآخر، يعني بس إنه الكتاب ما بينترك من إيدي، أحياناً بتوانى شوي عنه نتيجة السكتش بياخد أكتر مني، يعني بس روح على البيت أنا الكتاب والسكتش بوك صوب مني ما بفارقوني، رغم كنه كون دوام موظف عند حالي بالمرسم كل يوم 8:30 لتنتين ثلاثة بالحلق لتنتين ثلاثة، قبل كنت للخمسة ستة ضل بالمرسم، قمتوا لازم ضلوا للخمسة ستة. أنا كبرت، أنا مو كبرت، تعبت الحرب تعبتني الحقيقة. شكرا لكم.